عن الفساد الحكومي وارتفاع معدلات الفقر وأثره على المواطن العراقي، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. بحسب وزارة التخطيط، وهذا يعني وزارة رسمية من قبل حكومة محمد الشاع السوداني، قالت إن معدلات الفقر ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بعامي 2019 و2020. دكتور، ما الأسباب التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع؟ في البداية تحياتي وحياكم الله. حياك الله السيد الكريم. جميعا، ونسبة الفقر بالعراق التي رسميا حسب ما قالت وزارة التخطيط العراقية 25%. طبعا هناك تقديرات بحدود 32 أو 33% نسبة الفقر بالعراق. طبعا أن عدم استغلال المصادر المالية بالعراق بشكل صحيح في تنمية وتطوير قطاعات اقتصاد الوطن العراقي أدى بنا إلى هذه المشكلة. ولنتذكر خطاب السيد محمد الشاع السوداني، أول خطاب له في 17/10 العام الماضي، قال سوف نقضي أو نعالج مشكلة الفقر بالعراق بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وإلى آخره. لحد الآن، وكما متفق عليه أنه بعد 100 يوم من تبوء محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء، يجب أن يكون هناك تقييم لعمل الوزارات. هذه من جهة. من جهة ثانية، وكما قلنا أن العراق هو بلد نفطي يعتمد على مداخيل بيع النفط العراقي، يعني إنتاج ريعي، ولذلك ترى أنه نسبة 93% من الموازنة العراقية تمولها مداخيل النفط العراقي، وهذه طبعا مشكلة. لماذا؟ لأنه قد ترتفع وتنخفض أسعار بيع النفط العراقي بالنسبة للبرميل الواحد. هذا من جهة ثانية، أن اعتماد أي اقتصاد وطني بالعالم على مصدر واحد في تمويل المشاريع الاقتصادية وفي تمويل الموازنة، هذا يعتبر أمر خطير جدا. لذلك علينا أن ندرس هذه الحالة بشكل جيد ونجد حلول. طبعا الحلول تتكون من زيادة الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة بالدرجة الأولى. قطاع الزراعة العراقي يساهم بنسبة 15% من الانتاج المحلي، من الانتاج المحلي الاجمالي العراقي. الصناعه تساهم 0.9%، يعني اقل من 1%. نعم. ولهذا ترى العراق انه يقوم بالاستيراد، وطبعا استيراد المواد الزراعيه والصناعيه وكل شيء هو يكون من الخارج. اذا هذا شو معناه؟ سوف تخرج العمله الصعبه من العراق الى الدول التي العراق يقوم باستيراد هذه المواد من عندها. طيب. نعم. دكتور سناء، كما ذكرتم 93% من دخل العراق تأتي من النفط. لو وضعنا مقارنة بين الأعوام التي قارنت بها وزارة التخطيط مستوى الفقر مع هذا العام، نجد أن أسعار النفط كانت أقل من العام الحالي. فروق النفط أين تذهب دكتور سناء؟ أموال أو مداخيل النفط تذهب إلى الفئات التي تسيطر على الحكم بالعراق. يعني نرجع مرة ثانية ونقول تذهب إلى جيوب الأحزاب السياسية التي تسيطر العراق، وإلى جيوب الشركات التابعة لهذه الأحزاب لتقوم باستيراد المواد الصناعية والزراعية من دول الجوار. يعني مداخيل نفط تذهب إلى خارج العراق، لا يستفاد من العراق بشكل جيد في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. دكتور، موضوع وقف يعني نزيف الأموال التي تذهب إلى جيوب الفاسدين يأتي من خلال محاربة الفساد الذي استشرى في العراق. كيف يمكن، ما هي الخطوات الأساسية لمحاربة الفساد في العراق من وجهة نظركم؟ محاربة الفساد بالعراق مسألة مهمة جدا. نعم. ويجب أن نأخذ بها بشكل جدي. محاربة الفساد تبدأ من كافة فئات الشعب، من أول
فرد وشخص أو أي مواطن عراقي. يعني نبدأ من إعطاء الرشاوي في تمشية أي معاملة في دوائر الدولة وإلى أعلى المستويات، وحتى مثلا في إعطاء المقاولات، هذا لا يتم إلا بدفع رشوة عالية. وكما قلت سابقا أنه المكاتب الاقتصادية لهذه الأحزاب هي التي تسيطر على هذه المقاولات. موضوع لماذا؟ نعم الفساد. نعم دكتور سناء، موضوع الهدر في المال العام كما تعرفون يصاحبه حالة غير مسبوقة لمعدلات التضخم، ولكن هنا إذا ما ناقشنا حال المواطن العراقي، كيف يؤثر هذا التضخم المستمر على حياة المواطن العراقي البسيط؟ التضخم بالعراق الآن هو بحدود 5%. نعم. يؤثر على مسألة ارتفاع الأسعار. طبعا أي أسعار؟ أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى، أسعار المواد التي بحاجة لها المواطن، يعني من ملابس، من مأكل وملبس، وحتى إيجارات السكن. يعني لو نأخذ أي إيجار سكن بالعراق الآن هو مرتفع جدا، ويرتفع سنويا بارتفاع نسبة التضخم. هذا معناه أنه هنا هاي المعادلة لو تأخذها أنه ارتفاع المأكل، ارتفاع الملبس، ارتفاع المسكن، ميم 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 نحن كما نسميها بالاقتصاد، هذه تساعد كلها في تدهور المستوى المعاشي للفرد العراقي. نعم. دكتور بدقيقة لو تفضلتم، يعني ما هي الخطوات لكي نقلص من معدلات الفقر في العراق سريعا؟ سريعا أنه بإدخال برامج ضمن خطة الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة، يعني بقضاء على البطالة بالدرجة الأولى، بإنشاء مشاريع صناعية زراعية لي قطاع خاص. دكتور قطاع خاص هذه المشاريع يجب أن تكون قطاع خاص قطاع مختلط قطاع عام، يعني نعم. استثمارات في كافة المجالات. أنا ليس ضد القطاع الخاص، بالعكس، لكن أعطيه فرصة يا أخي. أنا تكلمت على هذا الموضوع في ندوات سابقة معكم. نعم. أنه القطاع الخاص مع الأسف لا يعطى كما يراد من لتنمية المشاريع الصناعية والزراعية بالعراق. هناك كثير من مشاريع صناعية وزراعية بالعراق تابعة للقطاع الخاص، لكنها لم تعطى لها الفرصة لاستثمارها. شلون؟ نعم. ولذلك نرى كما قلت سابقا أنه الأموال العراق تذهب إلى خارج العراق لتستثمر في دول الجوار، ونحن نفقد هذه الأموال. من المفروض أن تستثمر داخل العراق، سواء كان عن طريق مثلا مشاريع مختلطة مع القطاع العام. لماذا القطاع؟ لأن الدولة عندها نقود، عندها فلوس. نعم. عندها رؤوس أموال. نعم. طيب لماذا لا أعمل مشاريع مشتركة مختلطة؟ إحنا القطاع المختلط علينا أن ننميه، أن نطوره. نعم. لماذا؟ لأنه بيت الدولة موجود رأس المال، والقطاع الخاص عنده خبرة. وخلي يأتي القطاع الخاص بنسبة معينة لتمشية رأس المال في المشاريع الاقتصادية المختلفة، سواء كانت زراعة، صناعة، بنية تحتية. نعم. وإلى آخره. إذن عملية مشتركة، ويجب علينا أن نعيها بشكل علمي مدروس، وليس فقط هكذا من خلال خطط خمسية مدروسة، وليس خطط مكتوبة على ورق. نعم. كما حدث في الخطة الاقتصادية للأعوام 2018 و2022 التي لا نعرف أين هي، وكذلك الورقة البيضاء. إذن دائما نحن نأتي به مشاريع تنموية من ضمن خطط اقتصادية لكنها تبقى. نعم دكتور. حبر على ورق. نعم. على الأسف. عبر سكايب من أوسلو الخبيرة الاقتصادية العراقية الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.